السلام عليكم، هاي تحلت لابليكاسيون تاع اينر، السونداج تاع اينر سي فوبلي. منذ الساعات الاولى من تلاقي العمليه الانتخابيه، هنا كل مراكز تصويت بلديات العاصمه تحت المتابعه. احصاء نسب المشاركه، التجاوزات، الاختارات، كلها يتلقاها اعضاء هذه الخليه على مستوى مندوبيه العاصمه. قاعتين، قاعه عمليات وقاعه تقنيه محضه خاصه لتلقي جميع المعلومات من البلديات ال 57 بطاقم يفوق بطاقم يغطي هذه الاحتياجات، وبالوسائل اللي شفتيها وسائل الفاكس والتليفون هذه تتلقى المعلومات. ودرنا هذا العدد باش ما يكونش ازدحام وما يقدرش واحد ما يتصلش، يعني مخصصين الكل دائره اداريه فاكس وهاتف. تراي الناس مجنده من اليوم من قبل الثامنه وهي في اماكنها تتلقى كل المعلومات، هذيك راه يجي المعلومات ونتبعوها باستمرار ونعالجوها باستمرار. ارضيه رقميه للسلطه تصب فيها تلقائيا وانيا كل المعلومات. رصدها يكون من مراكز الاقتراع تحت اشراف المندوبين البلديين التابعين للسلطه الولائيه من قاعات عمليه مخصصه لذلك بكل بلديه. مقر السلطه الولائيه عندنا تطبيقة لمتابعة إدراج الناخبين يعني بصفة عامة، كاين نعطيك بسبيل المثال ظروف الافتتاح المراكز يعني التأطير المراقبين، تأطير على مستوى المراكز الحاضرين والغائبين، يعني ظروف الافتتاح بصفة كاملة، البرنامج تاع الكوفيد إلا راه مطبق ماهوش مطبق، عندنا ثلاث نسب تاع المشاركة، عندنا على 11، عندنا على الزوج، عندنا على الخمسة، وعندنا على السبعة. دونك باش نتبعوا ظروف يعني الناس كل ما يدخل واحد ديجا كاين ان بوانتاج تما او نيفو دي كومين لي سونتر دو فوت. من بعد كاين قاعة عمليات على مستوى البلديات وين عندهم لا ميم تطبيقة وحنا نشوفوا الناخبين. هذا العمل كله بمندوبية العاصمة على غرار كل مندوبيات الوطن يقف وراءه مندوبون يجوبون عبر دوريات ميدانية مكاتب التصويت لمراقبة مجريات العملية الانتخابية إلى غاية التسليم محاضر النتائج.